اليوم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، أموركم بخير وعلى خير، وسنة سعيدة باش ما تمنيتو إن شاء الله، باش ما تمنيتو الصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله. لكم مني أطيب التهاني وأغلى الأماني بمناسبة فتح حلول السنة الجديدة إن شاء الله، راجيا من العلي القدير أن يحفظكم ويشفي مرضاكم ويديم عليكم السعادة والمحبة والإخاء، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. غادي ندوي إن شاء الله دي انترا جو ديناميكس، سو غادي نهضرو على لا ديناميك انتر، يعني كيف من مختلف التحولات الداخلية التي تطرأ داخل الكرة الأرضية، سواء في الرداء أو القشرة المحيطية أو القشرة القارية. كما قلت، موضوع اليوم دي أنترانجي ديناميك، يعني كل التحولات تطرأ داخل الكرة الأرضية التي تعطينا، سواء تكون الجبال أو التي تعطينا مثال الجبال كمثال للهيمالايا أو الألب وإلى آخره، أو جبال عمان، أو تكون يعني المحيطات كالمحيط الأطلنطي. كما قلت في حصص سابقة أن السيسمولوجي يعني هو علم يدرس مكونات الأرض الداخلية، يعني هو الذي أعطانا نظرة داخلية عن مكونات الأرض. كما قلت على أن في حصص سابقة على أن السيسمولوجي يعني فهو علم يدرس مكونات الأرض الداخلية، بالإضافة إلى دي جيوفيزيكال ميثود ك سيسميك أو جرافيتي أو مانيتيزم، فهما أيضا دي نوسيو يعني دي ميثود أخرى، يعني تعطينا أيضا مكونات الأرض. لا سيسمولوجي يعني هو علم يدرس الزلزال، يعني انطلاقا كما قلت في حصة سابقة على أن الزلزال ينطلق انطلاقا من فوي أو بؤرة الزلزال، يعني وينتشر في أرجائه أو في محيطه، يعني تنتشر هذه الموجات أفق عموديا، ويعني في كل الجوانب على شكل يعني موجات التي تنتشر في وصولا إلى الطبقات العلوية. هنا يعني فيرتيكالمون على البؤرة، يعني هنا يكون الدمار، يعني تكون الموجات الزلزالية هنا يعني مرتفعة جدا، مما يؤدي يعني هنا قد تؤدي إلى كوارث يعني طبيعية مرتفعة جدا، بما يسمى إبيسونتر. عندما نبتعد من هذه النقطة، سواء إلى هنا إلى اليمين أو إلى اليسار، وشدة الزلزال تنخفض، يعني هنا على مستوى البؤرة الزلزالية تكون كما قلت، هناك موجات ثلاث أنواع من الموجات، الموجات بي، الموجات إس، والموجات إل وآر. الموجات بي كما قلت هي الموجات الانضغاطية أو الموجات الأولية، وهي تؤدي بالصخور إلى ضغوط وتمدد بالتناوب حسب الاتجاه انتشار الموج. كما قلت أن الموجات بي يمكن انتشارها سواء في المواد الصلبة أو المواد السائلة والغازات، يعني تنتشر في جميع أنواع المواد الصلبة والسائلة والغازات، يعني تنتشر في الكرة الأرضية انطلاقا من النواة
إلى سطح الكرة الأرضية. أما الموجات إيس هو سرعة هذه الموجات بي قد تصل إلى 6 كيلومتر في الثانية، وتسمى هذه الموجات الموجات الأولية. أما الموجات الثانوية أو ليزوند إيس، يعني هذه الموجات تتحرك عموديا، يعني تتحرك عموديا على اتجاه انتشار الموجة السطحية، قد تصل سرعتها إلى 3.5 كيلومتر في الثانية، وتعتبر هذه الموجات إيس الأبطأ من بي، وتسمى الموجات الثانوية، وتنتشر إلا في المواد الصلبة، يعني لا عكس الموجات بي. الموجات بي تنتشر في كل، سواء كان المجال صلب أو سائل أو غاز. أما بالموجات بي فهي تنتشر إلا في المواد الصلبة. وهناك الموجات يعني السطحية L و R، وهي التي نراها تنتشر إلا في سطح الكرة الأرضية. وهنا المخطط يعني يبين أنواع هنا المخطط يعني يبين أنواع الموجات الزلزالية، يعني هذا المخطط السيسمولوجي عن طريق يعني هذا الذي يعطينا عن طريق الجهاز الذي يقيس شدة الزلزال كريشتر مثلا، يعني يعطي هنا الموجات الأولية أو الموجات بي هي التي نراها أولا، ثم تأتي بعدها الموجات إس، ثم أخيرا الموجات السطحية زوند surface on. وهنا مجموعة من الصور التي تعتبر كارثية، يعني وجود يعني تهدمات المنازل، ويعني الكوارث ما يعتبر من الكوارث الزلزالية كما ترون في مختلف هذه يعني الصور. كما ترون في هذه الصورة يعني خروج يعني دخان من هذا البركان، أو خروج مواد سائلة منه، يعني هذا انفجار هذا البركان أيضا أو انفجار البراكين يؤدي أيضا إلى إحداث زلزال، يعني تلك الصدع الذي يخرج يعني انفجاره يؤدي أيضا إلى زلزال، يعني إذا كان منازل في قريبة على بعد كيلومترات منه من انفجار الزلزال يعطي موجات زلزالية. هذه صور لمخلفات يعني انفجار البركان مما يعطي سوائل لزجة، بما يؤدي بعدها إلى تحولها إلى صخور صلبة بعد التبريد. مكونات الأرض الداخلية، يعني منذ 4.6 مليار سنة، يعني عمر الأرض ناقص 4.6 مليار سنة، كانت الأرض يعني على هذا الشكل الذي نراه اليوم، يعني تكون النواة الداخلية والنواة الخارجية والرداء، الرداء السفلي والرداء العلوي والقشرة المحيطية. أما بالنسبة للمكونات فالنواة الداخلية فهي صلبة، وعمقها يتراوح بين 5150 إلى 6370 كيلومتر يعني من السطح. والنواة الخارجية فهي ليكيد يعني سائلة، يتراوح عمقها ما بين 2891 إلى 5150 كيلومتر على من السطح.
أما الرداء فعمقه من 40 إلى 2891 كيلومتر. أما بالنسبة للقشرة سواء كانت قشرة محوطية أو قشرة قارية فعمقها يتراوح ما بين 0 و 40 كيلومتر، يعني القشرة ما بين 0 و 40 كيلومتر، والرداء بين 40 و 2891 كيلومتر إلى هنا، والنواة الخارجية ما بين 2000 يعني و 891 إلى 5150 يعني إلى هنا. أما النواة الداخلية فمن 5150 كيلومتر إلى 6370 كيلومتر. هذه بالنسبة لمكونات الأرض يعني الداخلية. هنا في هذا المقطع العرضي للكرة الأرضية يعني يبين يعني انتشار الموجات الزلزالية سواء كانت بي ام اس يعني الموجات الأولية أو الثانوية، كما نرى هنا في الموجات الثانوية إذ تنتشر إلا في المواد الصلبة سواء في الرداء أو القشرة. أما موجات بي فهي تنتشر في كل تخترق القشرة والرداء والنواة الداخلية أيضا والنواة الخارجية. هذا المقطع يعني يبين انتشار الموجات. وهنا أيضا الموجات يعني the surface موجات سطحية سواء كانت R M L. هنا أيضا مقطع عرضي وترانزفيرسال للكرة الأرضية يبين أيضا نفس يعني نفس the principle هنا يعني انتشار الموجات، كما يبين هنا الموجات إذ تنتشر إلا في الرداء والقشرة القارية والقشرة المحيطية. أما هنا فما نرى أن الموجات S موجات B عفوا فهي تنتشر في الصلب كما قلنا في مواد صلبة ومواد سائلة يعني القشرة والرداء سواء كان العلوي أو السفلي أو النواة الداخلية أم الخارجية. كما ترون هنا يعني الموجات يعني تغير هنا مسارها غيرها يعني تأتي هنا بسرعة ثم تغير المجال. قد يكون أحد منكم يعني يطرح هذا السؤال، والجواب هو على أن التغيير يعني عندما تغير المجال انتشار الموجة، يعني هنا يعني أنتقل من صلب إلى سائل، يعني سرعة الموجة يعني ستتغير. ولذلك نرى هنا شيت يعني ديال للموجة يعني سرعة الموجة يعني تتغير، وهنا نراها على أنها ترجع إلى المكان الأصلي لأنها تنتشر هنا في المجال الأصلي. هذا المخطط يعني يبين السيسميك ديسكونتينويتي كما قلت على أن الموجات عندما تغير يعني المجال انتشارها تغير السرعة أو تغير سرعتها، يعني كما مثلا هنا عندما تنتقل من القشرة إلى الرداء يعني ترتفع سرعتها، لكن هنا من القشرة إلى الرداء وهنا من الرداء إلى النواة الداخلية الخارجية نلاحظ هنا انخفاض جد جد مرتفع في السرعة. لذلك لأنها تغير سرعتها هذه الموجات من الصلب إلى السائل كما نراه هنا. وهنا نرى على أنها ارتفعت يعني انتقلت من السائل إلى الصلب النواة الداخلية يعني هي صلبة. بالنسبة للموجات إيس يعني هنا في الرداء يعني تنتقل من القشرة إلى الرداء ترتفع هنا السرعة، لكن عندما كما قلت فهي تنتشر إلا في المواد عندما في
هنا في النواة يعني الداخلية، يعني الموجات إيس فهي نراها إلا في المواد الصلبة سواء في القشرة أو الرداء. هنا أيضا مخطط آخر يعني يبين انتشار هذه الموجات اون فونكسيون، يعني بدلالة يعني درجة الحرارة، يعني هنا عندما كما هو معروف على أن درجة الحرارة يعني ترتفع عندما ترتفع مع يعني كما نعلم أن درجة الحرارة ترتفع مع العمق داخل الكرة الأرضية وصولا إلى النواة، يعني درجة حرارة السطح ليس هي بدرجة حرارة الرداء أو بالنواة الخارجية أو النواة الداخلية، كما يبين هنا على أن حدوث يعني تغير في درجة الحرارة عندما ننتقل من الرداء إلى النواة الداخلية، ثم من ما بين القشرة ما بين القشرة وما بين الرداء، يعني هي تبين يعني تتم ما شرحناه هنا بالنسبة لزوند بالنسبة للموجات بي والموجات إيس داخل الكرة الأرضية عفوا. هنا المقطع العرضي وجزء من الكرة الأرضية وصولا إلى النواة، كما نرى يعني كما قلت هنا النواة، ثم النواة الداخلية والنواة الخارجية والرداء السفلي والرداء العلوي والقشرة المحيطية والقشرة القارية. هنا يعني discontinuity ما بين القشرة القارية والرداء العلوي ما تسمى بموهو، وأيضا discontinuity ما بين الرداء السفلي والنواة الداخلية، يعني هذا والنواة الداخلية مما تسمى ديكونتر بانك 2885 كيلومتر، والأخرى والأخيرة دي ديسكونتويتي دو لوهمان ما بين النواة الداخلية والنواة الخارجية على بعد 5155 كيلومتر. يعني هذه هي مكونات الأرض الداخلية، كما قلت أن النواة الداخلية فهي صلبة، أم النواة الخارجية فهي سائلة ليكيد سوليد ليكيد، و الرداء فهو أيضا صلب إلى بلاستيك بالإضافة إلى القشرة سواء القشرة القارية أو القشرة المحيطية. للكواكب يعني تيليريك يعني الموجود الداخلية وهي دي ميركير فينيس تيغ مارس ميركير فينيس تيغ مارس، فهي تتكون يعني من الحديد والمغنيسيوم والسيليس والأكسجين، يعني مكوناتها زائد الألمنيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والنيترات. بالنسبة للنواة يعني النواة للقشرة للكرة الأرضية فهي متكونة يعني ما تتكون إيسونسيال يعني من مكوناتها الرئيسية الحديد والسيليس the fair and silice، يعني مكوناتها مكونات هذه النواة ما دفير يعني الحديد والسيليس. للديناميك يعني هنا سنتحدث في هذا الفقرة الأخيرة يعني عن ديناميك دومونتو أو ديناميك ليتوسفير، يعني ماذا يحدث يعني للقشرة المحيطية والقشرة القارية عندما يعني في حالة تصادم أو في حالة تباعد، يعني ماذا تعطي في الأخير أو النتائج.
كما نرى هنا، على كما قلت، على أن المحرك الأساسي لتحرك القشرة المحيطية أو القشرة الأرضية فهما تيارات الحمل الحراري، يعني الموجودة داخل القشرة الأرضية أو داخل الأستينوسفير. يعني هنا تباعد ما بين يعني هذه التيارات الحمل الحراري. يعني نرى هنا تنتشر اليمين وهنا اليسار، يعني سيحدث هنا تباعد بين هذه القشرة، بين القشرة المحيطة، في داخل هذه القشرة المحيطة سيحدث تباعد، يعني هذه تذهب إلى اليسار وهذه إلى اليمين. أما بالنسبة إلى هنا، يعني نلاحظ هنا يعني انغراز، يعني تقارب هنا، وهنا تقارب أيضا ما بين تيارات الحمل الحراري، يعني سيحدث هنا يعني اصطدام، انغراز واصطدام ما بين هذه القشرة الموجودة هنا والتي والموجودة هنا، أو القشرة المحيطية الموجودة هنا والقشرة القارية الموجودة هنا، مما يعطي انغراز وحدوث يعني فوالق هنا. كما قلت في الحصة السابقة تحدثت عن أنواع الفوالق، يعني هنا ستحدث الفوالق المعكوسة، هنا ستحدث الفوالق المعكوسة لأن لدي هنا انضغاط، يعني حدوث انضغاط مما يؤدي إلى حدوث فوالق، يعني فوالق معكوسة. كما قلت أن في الحصة الجمعة التي سبقت، يعني عندما يكون انضغاط بين طبقة في طبقة، يعني يعطينا هذا الفالق، يعني بما يسمى الفالق المعكوس أو ديفاي أنفيرس أو ذا أنفيرس فوت. وبالنسبة هنا أيضا عندما يكون ضغط يعني من كلتا الجانبين يعطينا الفالق، ما يسمى الفالق المعكوس. وهنا مثال حي داخل، يعني مثال حي يعني في الكرة، يعني في لا فلورمو، يعني عندما يكون ضغط هنا يعني يعطينا صعود إلى هذه إلى الأعلى وهذه إلى الأسفل. كما ترون أيضا هنا عندما يحدث انضغاط من اليمين ومن اليسار، يعني هذا الطبقة التي كانت هنا صعدت للأعلى، وهذه التي كانت هنا متطابقة لأختها هنا صعدت إلى الأعلى، مما أعطت هذا الفارق يسمى الفارق المعكوس. أو بالنسبة إلى هنا، يعني هذا أيضا فارق، أيضا مما يسمى فارق معكوس. نرجع إلى هنا، كما قلت على أن هنا تحدث الفوالق المعكوسة لأن هناك انضغاط بين القشرة المحيطية هنا والقشرة القارية الموجودة هنا. أما بالنسبة هنا تباعد، يعني حدوث تباعد بين القشرة داخل القشرة المحيطية، يعني حدوث تباعد هنا مما يعطي الفوالق العادية، هنا تحدث الفوالق العادية. يعني كما قلت عندما يكون يعني تباعد بين كلتا داخل طبقة، يعني حدوث فالق بما يسمى الفالق العادية، وتعطينا على هذا الشكل باستمرار عندما يكون هناك تباعد. كما ترون هنا هذا الفالق فهو يسمى فالق عادي. مثال آخر هنا أيضا حدوث الفالق عادي آخر. هنا أيضا تبين يعني حدوث هذه أنواع هذه الفوارق العادية والمعكوسة. هنا الفالق العادي عندما تتباعد قشرة مع قشرة، وهنا عندما يكون انضغاط حدوث انضغاط مما يؤدي إلى صعود هذه إلى الأعلى وحدوث الفارق المعكوس. فهنا أيضا هنا يعني داخل هذه القشرة يحدث هنا التباعد، وهنا التقارب، وهنا أيضا تقارب، وهنا أيضا تقارب، يعني هنا الفوارق المعكوسة، هنا الفوارق العادية، وهنا أيضا الفوارق المعكوسة.
داخل القشرة الأرضية عندما نأخذ يعني مقطع منها، سواء هنا مثلا، هذا يعني يبين هنا الرداء، يعني الرداء العلوي، الرداء السفلي، الرداء العلوي، والقشرة يعني كما قلت سابقا، بالإضافة إلى النواة الخارجية والنواة الداخلية. بالنسبة لتصفر يعني على العالم، يعني فهو يتكون من بلاك، يعني على شكل ذا بلاك كما نرى هنا ذا باسيفيك بلات، وهنا يعني نازكا بلات، وهنا شوت امريكا بلات، وافريكا بلات، الى اخر. يعني هنا هذه تسمى بلاك، وهذه ايضا التي بجانبي، يعني كل واحدة يعني متمثلة، أو كل واحدة في مجالها، بالإضافة إلى هذه كما نقول لها مركز يعني التلاقي، أو the surface، يعني ما بينها وما بين هذه البلاك الأخرى، ما هذه the black North American بلاك هنا، وأتلانتيك بلاك هنا، يعني على شكل بلاك. يعني هنا عندما نتحدث الريد ميديوس، يعني ما بين هنا يعني شوت أو نورث أمريكا، و بلات أفريكا بلات، يعني نتحدث الريد ميديوس يعني، أو الريد أوسيانيك هنا، بما هذا الريد أوسيانيك يعني يدل على هنا هذه القارة الإفريقية، يعني كانت ملتصقة مع القارة الأمريكية، يعني عن طريق، يعني كيف اكتشفوا ذلك، يعني عن طريق داتاسيون يعني راديوميتريك، يعني بقياس يعني دي بازلت الموجود هناك داخل المحيط، فوجدوا على أن نفس فهو انعكاس، يعني هذه الطبقة الموجودة هنا على اليمين فهي نفسها الموجودة على اليسار، يعني هناك تشابه بين هذه الموجودة على اليمين وهذه الموجودة على اليسار، مما يعطينا يعني توافق على أنه هذه شوت أمريكا وأفريكا بلات، يعني كانت ملتصقتان مع بعضهما البعض. يعني بالنسبة يعني لي كما قلت، بالنسبة لخطوات يعني خطوات تباعد أو تقارب ما بين القشرات، سواء كانت قارية مع قارية، أو محيطية مع قارية، أو محيطية مع محيطية، يعني حدود هذه التيارات الحرارية مما يؤدي إلى التباعد هنا أو التقارب هنا، بالإضافة إلى lithospheric fracture، يعني حدوث انكسارات كما قلت، بما يؤدي هنا إلى الفوالق العادية، وهنا إلى الفوالق المعكوسة، مما يؤدي إلى plaque tectonic، يعني تحرك هذه الطبقات، سواء هنا يحدث التقارب ما بين هذه الطبقة القشرة المحيطية والقشرة القارية الموجودة هنا، أما هنا بالنسبة للتباعد بين داخل القشرة المحيطية. هذا مثال يعني تباعد داخل القشرة المحيطية، مما يؤدي إلى فوالق عادية هنا، يعني ما بين لوغازيا بلات وبلات نورث أمريكا وبلات أوغازيا، يعني داخل هنا تباعد القشرة المحيطية. أما في المثال الآخر دي إس أفريكان ريفت فالي، ما بين يعني حدود تباعد داخل القشرة القارية، مما يؤدي إلى فوالق العادية أيضا هنا، يعني يمكن للتباعد يعني أن يحدث سواء داخل القشرة القارية أو القشرة المحيطية، على حسب يعني ميكانيزم، يعني لا يستثني قشرة محيطية أو قشرة قارية.
هنا يعني عندما يحدث التباعد في جهة، يعني هناك تباعد هنا، يعني سيحدث انغراز في الجهة المقابلة له، يعني كما نراه مثال هنا ما بين شوت أمريكا، بلات شوت أمريكا و نازكا، بلات نازكا يعني حدود انغراز للقشرة المحيطية تحت القشرة القارية، يعني كما نراه هنا القشرة المحيطية يتم الغراز داخل القشرة، داخل هنا القشرة المحيطية داخل تحت القشرة القارية. أما بالنسبة إلى هذا المثال الآخر بين بلات أوراسيا وباسيفيك بلات، هذه باسيفيك بلات حدود يعني انغراز هنا للقشرة القارية، القشرة المحيطية تحت القشرة القارية هنا. أما بالنسبة لمثال آخر يعني لتكون جبال الهيمالايا، فهو يعني انغراز القشرة the plate India and Australia الموجودة هنا the plate India تحت plate Eurasia، يعني مما أدى إلى تكون جبال الهيمالايا الموجودة هنا. مثال يعني ل subduction يعني of India in India، يعني الموجود يعني ما بين الهند، في الهند على بعد يعني 60 مليون سنة، يعني ما أدى إلى انغراز القشرة المحيطية هنا تحت القشرة أزياتيك، ما أدى إلى كما نرونه هنا يعني بلاك إنديا تحت بلاك أزياتيك، مما أدى إلى تكون جبال الهيمالايا. فهذا مثال يعني حدث يعني ناقص 60 مليون سنة يعني الوراء، يعني مما أدى إلى تكون هذه السلاسل الجبلية، سلاسل الهيمالايا. هذا المثال ما بين يعني تصادم ما بين قشرة قارية مع قشرة قارية، يعني هنا كانت سبدكشن يعني سبدكشن انغراز القشرة المحيطية، لكن عند نهاية انغراز كل طبقة القشرة المحيطية يعني لما سيؤدي في النهاية إلى تصادم ما بين القشرة القارية وقشرة قارية، يعني قشرة قارية إنديا مع الأزياتيك، يعني هو الذي يؤدي هذا الانغراز. سؤال آخر قد يطرحه أحدكم، يعني ما الذي يؤدي إلى انغراز هذه القشرة تحت القشرة الأخرى؟ يعني هو الفرق ما بين لا دونسيتي يعني الكثافة، يعني ليست متساوية، مما يؤدي إلى انغراز هذه الطبقة بلاك أوسيانيك القشرة المحيطية تحت القشرة القارية، ولكن مما يؤدي إلى التصادم يعني لا دونسيتي فهي متشابهة، مما يؤدي إلى تصادم هذه يعني عند نهاية انغراز هذه القشرة المحيطية يؤدي إلى تصادم القشرة القارية الإندية مع الأوغازيا، مما يؤدي إلى تكون جبال الهيمالايا. يعني هذا يعني هذه الإيطاب يعني في ناقص 60 مليون سنة، وهنا تكون جبال الهيمالايا في ناقص 10 20 مليون سنة، مما أدى تصادم كلتا القارتين أدى إلى يعني إعطاء جبال الهيمالايا. أما بالنسبة لمثال آخر يعني للتباعد، فهو المثال يعني تكون الأطلنطيك، يعني البحر الأطلنطي، يعني فهو تكون عن طريق تباعد القارتين، القارة الأمريكية والقارة الإفريقية، مما أدى يعني إلى تكون البحر هنا البحر الأطلنطي، يعني عن طريق التباعد. أما عن طريق التصادم يعني أو التقارب يؤدي إلى تكون الجبال يعني وتكون سلاسل جبلية كمثال الهيمالايا والألب إلى آخره، وجبال عمان كذلك.
فأتمنى يعني وصلنا إلى نهاية هذه يعني جيوديناميك انتر يعني انتخان جيوديناميك. أعطينا يعني أعطيت يعني نبذة شاملة على كيف يحدث يعني كل هذه يعني التحركات داخل الكرة الأرضية مما يؤدي سواء إلى تكون جبال أو إلى تكون مثلا المحيطات. فأتمنى أن أكون يعني عند حسن ظنكم وقد أعطيتكم يعني مجموعة. أتمنى أن تكونوا استفدتم اليوم، فشكرا على حسن المتابعة.